السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. او مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين الحقيقي، الروتين الامازيغي 100%. المهم في هذا الفيديو فيه بزاف الحاجات، بقاو معايا وما تمشيو فين، بقاو معايا حتى لاخر فيديو ان شاء الله، ومتاكده باللي حتى هذا الفيديو غادي يعجبكم. المهم كما كتشوفوا عندي هنا ازنبو، وكاين حتى شنو تيقولوا ليه، واقيلا منطق تيقولوا ليه كاين منطق وازنبو. بالنسبه لازنبو سولتني عليه واحد السيده واحد المره، قالت لي شنو هو ازنبو، فاش كيدار، كيفاش كديروا ليه. بالنسبه لازنبو هو كيدار في هذا، كيحيدوا الشعير باقي خضر، تيحيدوا الشعير باقي خضر، تيحيدوا هذاك الشعير تيحكوه، تيحيدوا ليه دوك طزه دوك طزه زعما. المهم شنو تيقولوا اليوم طيزة، شنو تيقولوا اليوم، المهم الشوك واقيلا ولا. المهم تيحيدوا ليه هذاك الشوك وداك الشيء، تيحكوه تيحيدوا ليه داك الشوك وتيفوروه هكا على العواد ولا على البوطا، وتيفوروه يديروه في الشمس هكا حتى يقصح صافي، تيعاودوا يحمروه في المقلة ولا على العواد، تيعاودوا يحمروه وتيطحنوه وتيديروا فيه هذا، تيحمروه وتيديروا في ديك تفردوت كيدقوه وصافي عاد كيطحنوه. المهم فيه الصراحه فيه بزاف ديال التمره في ازنبو، اما هذا بالنسبه لمنطق لا هذا ما فيهش بزاف ديال التمره، حيت تيديروا غير الشعير، الشعير تيغسلوه وتينقيوه وتيحمروه وصافي تيصيفطيه وتيدكوه في ديك شنو تيقولوا ليها، في ديك تفردوت. المهم هذيك اللي شفتو في الاول ديال الفيديو هذيك هي تفردوت، حنا تنقولوا ليها تفردوت، هي بحال المهرز. المهم باش يحيدوا ليه شويه ديال القشره، يحيدوا الدكتور مزين ولا داك الشعير، يحيدوا ليه ديك القشره، داك الشيء علاش تيدكوه شويه. المهم صافي صافي المهم وتيصيفطوه للمطحنه وتيطحنوه وتيغرب له ثاني صافي. المهم هذا هو ازنبو اومنطق، الطريقه ديال ازنبو اومنطق. بالنسبه لهذا الازنبو اومنطق، المهم بجوج بهم كان يديروهم هكا الناس للزيت، او لا كيديروا فيهم الفسيس او لا هذه توميت. المهم توميت هي الزميطه، كيديروا فيها المهم الزميطه، ولا هكا كاين اللي تيدير ليه الحليب او اللبن وتيدير فيه سايكوك بحال هذا، بحال الكوفيه تيديروا فيه بحال الكوفيه. المهم كل واحد كيفاش كياكل وكيفاش كيدير ليه. صافي هنا كاين هذا الشعير هذا، غيديروا فيه ابرين، ابرين هي الشيشه. المهم غيديروا فيه ابرين، غادي يغسلوا هذا الشعير هذا، الوالده اللي هي اللي كتغسلو، اما داك ازنبو كتصوبو خالتي عيشه هي اللي كتصوب داك ازنبو. المهم صافي غادي تغسلوه مزيان، غتغسل هذا الشعير حيت فيه الدواء، وغادي تنقيه وغادي نشرو هكا في اسعارك في الشمس. ايوا صافي ايوا. المهم البنات قبلوا على هضرتي، راه تنخلط لكم الشلحه مع الدارجه مع كلشي. المهم المهم كلشي كنخلطو لكم، وسمحوا لي على الصوت، راه مشى لي الصوت شويه حيت واقيلا على حسب الحساسيه، ما عرفتوش الحساسيه ولا المهم شدني هكا الروح، واقيلا الحساسيه راه كنهضر شويه وكنحبس حتى كنحكني فيه مزيان، حيتني فيه كيضروني. المهم حتى كنحكني فيه مزيان عاد كنرجع تاني كنهضر. ايوا المهم هنا صافي، راه داك الشعير راه نشرناه اولا، المهم درناه هكا في الشمس باش ينشف هذا النهار هذا بالضبط. كاين واحد الصهد ما نعاودش لكم، واقيلا 46 درجه اللي كاينه هذا النهار بالضبط. المهم هاد الشعير دغيا غادي ينشف. ايوا هذه هي دارنا ديال الباديه، هذه هي الدار فاش تربيت وفاش تولدت وفاش تربيت. المهم صافي هنا غادي نشارك معكم الغزيوه ديالنا،
درنا الحوت مقلي مع شويه ديال الفريت وشويه ديال الفلفله مقليه مع شويه البصله مقليه وشويه ديال الشلاطه، الشلاطه العاديه المغربيه مطيشه والبصله. وفي وقت الصيف كنبغيو هكا غير شي حاجه اللي تكون بارده. المهم بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي جداد كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، والناس القدام حتى هما كنرحب بكم كنقول لكم مرحبا بكم ومليون الف مرحبا. دار داركم وقناتكم وانا بلا بكم راه ما كايناش صراحه. ما اش غنقول لكم فرحتوني بزاف بزاف في الفيديو اللي قبل هذا. صراحه طلعته ليا كنقول لكم شكرا لكم بزاف، الله يجازيكم كل ما كتمنوا صراحه. وكنتمنى حتى هذا الفيديو هذا يطلع بحال الفيديو اللي قبل منه، وكنتمنى تبارطاجيو حتى هذا الفيديو وديروا اللايك وتخليوا لي التعليق ديالكم المحفزه. صراحه مرة التعليق ديالكم راه كتشجعوني وكنزيد نعطيكم كل المهم كنبغي نعطيكم شي حاجه اللي تكون زوينه وشي حاجه اللي تكون هكا ما كايناش بزاف. المهم تنبغيت مثلا ندير جهدي معكم. ايوا ما تحشمونيش حتى انا، طلعوا لي شويه الفيديو الله يرحم لكم الوالدين. ايوا المهم هذه هي الغديوه ديالنا، هي ديك الشلاضه راه درنا فيها حتى شويه ديال خبز ومحكوك راه يلا شفتو، والخبز ديال افرنا وداك الطارو اللي درنا فيه الماء. المهم راه درنا ليه داك الزيف وتنخويو عليه الماء على داك الزيف باش يكون هكا الماء بارد. المهم الثلاجه ديالنا زمان ملي ما كانتش الثلاجه كيديروا الماء هكا في دوك الطوار وتيديروا لهما هكا الزيف باش الماء يبرد. ايوا المهم هنا كما كتشوفوا ان كتصوب هكا ارغان، المهم هذا املو كتخرج فيه ارغان، المهم كتخلطو كتعجنو، المهم حتى خرجت فيه ارغان. ومره مره كدير لي شويه الماء. المهم راه بالنسبه لهاد المقاطع صورناهم باللي صراحه ماشي انا اللي صورتهم، هادو غير بنت عمتي هي اللي صورتهم ليا الله يجازيها بالخير. ما كنتش انا ديك الساعه ملي كيصوبوا هكا اركان صافي والتليفون ديالي كاين تما هزته وصورت لي المقاطع وكنقول لك انا ايما شكرا بزاف بزاف. والمهم المهم هذه هي الطريقه ديال الاركان، واخا ما شاركتهاش معكم من الاول حتى الاخر، ولكن صراحه راه فيه تما راه فيه تما راه بزاف بزاف بزاف. ايوا داكشي علاش غالي. واصلا كاع ما كاين ما بقى كاع ارغان، ما بقى كاع كيدور في هكا في البوادي اولا في تمازيرت. ايوا هادشي اللي كاين اخواتاتي في هذا الفيديو، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وخليو لي التعليق ديالكم. يلاه ما تنساوش التعليق، خليو لي اي حاجه اي حاجه، قولوا لي الاراء ديالكم في الفيديوهات ديالي، قولوا ليها الحاجه اللي بغيتوا نبقى نحطها لكم اولا نصورها لكم. وصراحه تنفكر تنفكر نبدل المحتوى، ولكن ما عرفتاش شمن محتوى غادي ندير. قولوا لي انتم الاراء ديالكم واقترحوا عليا شمن محتوى غندير وشمن الحاجه اللي بغيتوها اللي بغيتو نديرها. المهم المهم اي حاجه بغيتوها قولوها لي في التعليق وان شاء الله غادي نشاركها معكم. وهذا هو ارغان ديالنا من بعد ما سالوا ارغان، المهم هذيك تزقمت. المهم صافي هنا درنا هاد الطاجين ديال الكفته للعشاء، المهم هذا العشاء درنا الطاجين ديال الكفته طيبنا حدا الباب وكليناه تما. المهم راكم عارفين البلاد الطيور بعادين بزاف، كل دار فين كاينه. ايوا صافي طيبناه تما وكليناه تما، صراحه كاين واحد الجو زوين باللي تيكون واحد الجو زوين بالليل في الباديه وكتسمعي الاصوات ديال هكا ديال الحيوانات. المهم الجو تما تيكون زوين، وغادي نقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم والبارطاج. يلا بسلام عليكم.